ليش الساعة 60 دقيقة مو 50 دقيقة مثلاً أو 100 دقيقة؟ السومريين كانوا أول من استخدم النظام الستيني في حساب الوقت قبل أكثر من 6000 سنة. على مر العصور كان حفظ الوقت شيء مهم للبشر، وخاصة المسلمين اللي تركوا بصمتهم وبحثوا عن طرق أكثر دقة للحساب. فتميز المهندس بديع الزمان الجزري باختراعه في القرن الهجري السادس لأكثر الساعات الشمعية تقدماً، بمعدل احتراق دقيق بعكس الساعات الشمعية القديمة. وأيضاً صمم ساعة الفيل المائية اللي كانت تدق مرة كل نص ساعة وتعدل نفسها بشكل تلقائي لتتناسب مع اختلاف طول الأيام على مدار السنة، وبنى ساعة القلعة الفلكية اللي كانت تعرض مدار الشمس والقمر والمجموعات النجمية. وفي القرن الهجري الخامس برز المهندس الأندلسي ابن خلف المرادي باختراع أول ساعة تستخدم التروس المركبة، وتقي الدين الشامي باختراع لساعة ميكانيكية تشير للدقائق والثواني بدقة عالية لدراسة الفلك. واستمر اهتمام المسلمين بالوقت حتى عصرنا الحالي ببناء ساعة مكة اللي تستخدم 5 ساعات درية متطورة وترتبط ب50 مركز تحديد وقت حول العالم لضمان دقتها. طيب ليش المسلمين اجتهدوا في حساب الوقت؟ السبب إن الوقت هو أهم استثمار في الحياة، وبيدنا نخلي حياتنا مثمرة أو مجرد رحلة حافرة. Alfajr CW15, the new generation of the clock. Setting time and date. Press upper button several times until you reach time screen. Press and hold the set button. Adjust time. Then press set. And press set. Adjust date. Then press set. And press this button to return to the main screen. Selecting Azan sound. You can control Azan volumes from this key on the back. Press and hold this button to listen to Adhan sound. From these buttons, select the desired Adhan voice. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. More information and purchasing, please visiting your website www.alfajr.com.